يوم الخميس 11 نوفمبر 2022، وصول أول فندق نائم، سفينة MSC World أوروبا ببناء الدوحة، وذلك للشروع في استقبال المشجعين لبطولة العالم قطر 2022. ويعد هذا الفندق سفينة من فئة 5 نجوم، بحيث تحتوي على 2633 غرفة تتسع لأكثر من 6000 شخص، و6 برك للسباحة، ومحلات للتسوق، و33 مطعما، وكل الخدمات المرافقة لخدمة زوار قطر في المونديال. وتمتاز كذلك بممشى خارجي بطول 104 أمتار، وستقضي عامها الأول في مياه الخليج العربي. وفي صيف عام 2023 ستغادر المنطقة متجهة صوب البحر المتوسط. إنها قطر. تابعونا، سنوافيكم بجميع أخبار قطر 2022.